السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الرافدين يصدر توضيحا بشأن السلف الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين. أعلن مصرف الرافدين أن السلف الإلكترونية للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تشمل حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصرا. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن السلف تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون، ويكون الشمول حسب راتب الموظف والمتقاعد على أن لا يتجاوز القسط 50% من قيمة الراتب. وأشار إلى أن رفع السلف للزبون عبر البطاقة يكون بعد إجراء تدقيق البيانات من قبل المصرف، ويتم إبلاغه عن طريق إرسال رسالة نصية لمنحه سلفه. البنك المركزي يؤجل استقطاع قسط قروض الموظفين. قرر البنك المركزي العراقي تأجيل استقطاع قسط قروض الموظفين. وقال البنك المركزي في بيان أنه وجه المصارف المجازية تأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأضاف أن ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد إشاع السوداني. رئيس الوزراء يوجه بشمول المتقاعدين بقطع سكنية في المحافظات كافة. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد إشاع السوداني بشمول المتقاعدين بقطع سكنية في محافظات كافة، وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 6 من الشهر الحالي وحصلت عليها عدة وكالات، فإن رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني وجه بتخصيص نسبة لشريحة المتقاعدين عند توزيع قطع الأراضي السكنية، وهذا نص الوثيقة. وجه دولة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة 5 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بتاريخ 2/4/2023 بالآتي: تخصيص نسبة لشريحة المتقاعدين عند توزيع قطع الأراضي السكنية، وذلك لدعم هذه الشريحة التي خدمت العراق طيلة السنوات الماضية لاتخاذ ما يلزم وإعلامنا مع التقدير. العمل تخصيصات الأسر الجديدة المشمولة بالحماية الاجتماعية أمنت بالكامل. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين التخصيصات للأسر الجديدة المشمولة بالحماية الاجتماعية بشكل كامل، فيما كشفت عن تضمين منحة للأطفال وطلاب الأسر المشمولة في الموازنة. قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف إنه بحسب مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية والذي وردت من قبل مجلس الوزراء وتم الاطلاع عليها في هيئة الحماية الاجتماعية، فإن عدد الأسر الجديدة المشمولة بالحماية الاجتماعية بلغ بحدود 600,000 أسرة. وأضاف خلف إنه تم تخصيص مبلغ إجمالي للمشمولين وقدره 750 مليار دينار لغاية نهاية السنة الحالية، مبينا إنه تم التأشير في الموازنة بتوفير منحة إضافية للأسر الذين لديهم أطفال أو طلاب في المدارس قيمتها 30,000 دينار لكل أسرة. وأكد أن عملية البحث الاجتماعي أسفرت عن شمول أكثر من 600,000 أسرة، وقد تم إحصائها من قبل وزارة التخطيط، لافتا إلى أن المبالغ أمنت بشكل كامل. التقاعد تعلن المباشرة بصرف أولى وجبات فروقات المتقاعدين من ضحايا الإرهاب. أعلنت هيئة التقاعد الوطنية البدء بصرف الوجبة الأولى من الفروقات لشريحة المتقاعدين من ضحايا الإرهاب. وذكر بيان للهيئة أنه تم البدء بصرف الوجبة الأولى من الفروقات الخاصة بضحايا الإرهاب من ذوي الشهداء والمصابين والبالغ عددهم 14,009 قيد وبحسب الآلية المعدة بشكل مسبق من قبل رئاسة الهيئة. ودعت الهيئة وفقا للبيان كافة المستفيدين من الفئة أعلاه وممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم. وأكد البيان أنه سيتم صرف وجبات أخرى حال إتمام تدقيق المعاملات من قبل الجهات القطاعية المرسلة لتلك المعاملات.